أعزائي المشاهدين، نتحدث إليكم اليوم عن علم كبير من أعلام العراق كان له دوره ليس في مدينته أو في قطره فحسب، وإنما في المنطقة، في الدولة العثمانية كلها. ذلك هو القائد الشجاع والي الموصل محمد أمين باشا الجليلي، الذي حارب في الحرب، شارك في الحرب العثمانية الروسية في القرن الثامن عشر، يعني في 1769، وخاض معارك كبيرة ضد الجيش القيصري في بيئة بالغة الصعوبة وفي ظل ظروف طبيعية صعبة للغاية في فصل شتاء قارس، وأمام قوات تزيد على قواته وقوات دولته بكثير، ومع ذلك استطاع أن يلحق الهزائم والخسائر في الجيش المعادي حتى ألقي أسرة ونفي إلى وأسرة وسجن في مدينة بطرسبرغ في عاصمة روسيا في ذلك الوقت لمدة 5 سنين. هذا الرجل حقيقة يستحق منا وقفة لما أبداه من دور عسكري متميز أثر على مجمل الأوضاع العامة في ذلك الوقت في الدولة العثمانية، حتى أن السلطان كافأ والسلطان العثماني عبد الحميد الأول كافأه بمنحه لقب ووسام باسم الغازي، كان لقب الغازي لقبا رفيعا جدا لا يماثله أي لقب يمكن أن يمنحه السلطان إلى أحد قادته، وكان يعني يختص به السلاطين أنفسهم. كان محمد أمين باشا الجليلي أول من حاز هذا اللقب من غير السلاطين، وآخر من حاز هذا اللقب من غير السلاطين هو الغازي مصطفى كمال أتاتورك. فانظروا إلى المكان التي حازها هذا القائد العراقي الشجاع في تلك الحروب الضروس الذي خاضها والتي كافح فيها ما استطاع أن يفعل، وما عاناه من ظروف صعبة أسيرا في سجن رطب في مدينة بطرسبرغ. ولد محمد أمين باشا الجليلي في مدينة الموصل وفي بيت الزعامة والحكم فيها، حيث كان أبوه الحاج حسين باشا الجليلي الوالي الأكثر شهرة بين ولاة أسرته، وظل يعني ذكراه ماثلة بحكم قيادته مدينة الموصل في أثناء حصار نادر شاه لها، وقد تميز بحب الشعب له حتى كانوا يسمونه ويلقبونه بالأب، بأبونا وليس بوالينا. فكان محمد أمين باشا ولد في كان في هذا البيت، وكان عمه عبد الفتاح باشا الجليلي قد خاض حربا مهمة عثمانية ضد علي بيغ الكبير حاكم مصر في بلاد الشام. يعني هذه الأسرة حقيقة تولت أدوارا عسكرية مهمة في حروب ليست في العراق فحسب، وإنما في جبهات مختلفة من الدولة العثمانية، فكان طبيعيا أو كان معقولا أن يكون هذا الشاب محمد أمين باشا يعني متأثرا بتلك الروح الشجاعة وبتلك المآثر، ويعني ومتشربا بقيم المكافحة ومتدربا على فنون القتال، حتى أننا وجدناه ولم يبلغ 20 من عمره يعني يشارك في أعمال المقاومة التي أبداها الموصليون لحصار نادر شاه.
الذي ذكرنا قبل لحظات أن الموصلين كانوا يعني تحت زعامة أبيه الحاج حسين باشا الجليلي، قد أبدوا كل ضروب يعني الشجاعة والصبر على ومقاومة المحاصرين لهم. جيش نادر شاه الذي كان يقدر بنحو 300,000 تقريبا يعني مقاتل، وبعدد هائل من المدافع، برز دور محمد أمين باشا شابا شجاعا بشكل ملحوظ في هذه الظروف، في هذه في هذا الحصار وما أحاط به. وحقيقة هذا الدور هو الذي شجع الدولة العثمانية على إعطائه لقب مير ميران، يعني أمير الأمراء، وهو شاب لم يتجاوز 20 من عمره. ثم أن دوره العسكري برز مرة أخرى في معاونة أو مساعدة والي بغداد سليمان باشا أبو ليلة، يعني سليمان باشا الأول، وأيضا يعني نال قبول هذا الوالي، والي بغداد سليمان باشا، بحيث رشحه ليكون واليا على الموصل. كانت يعني قابلياته واضحة تماما، بحيث أنه لم يكن قد بلغ 30 أو أكثر من ذلك حتى أصبح المرشح لتولي مدينة الموصل. وقد تولاها 3 مرات، يعني أكثر من مرة، كلما تدهم الأمور، كلما تسوء الحال، يؤتى به أو يكلف بتولي مدينة الموصل ليوطد الأمن فيها. كان الرجل يتمتع إذن ليس بالشجاعة فحسب، عمه كان شجاعا، عبد الفتاح باشا الجليلي، ولكنه كانت تعوزه الحكمة في تهدئة الأحوال. لكن محمد أمين باشا كان يتمتع بالصفتين معا، كان حكيما هادئا وكان شجاعا حازما، وتلك الصفتان حقيقة يعني يصعب أن تجتمعا في قائد واحد إلا ممن أوتوا موهبة القيادة خاصة. ولكن مواهبه لم تقتصر على وطنه وعلى شجاعته في موطنه فحسب، إذ حينما قامت الحرب بين روسيا والدولة العثمانية كما ذكرنا في مقدمة هذا الحديث، استنفرت الدولة العثمانية ولاتها وقادة الإمارات والولايات الكثيرة فيها إلى المشاركة في الجهد العسكري العثماني لدفع خطر يعني الروس الذين كانوا يهددون الأقاليم الشرقية للدولة العثمانية. وكان محمد أمين باشا واحدا من أولئك الذين كلفوا بهذه المهمة. وحقيقة القوات التي قادها كان أغلبها من الموصليين أنفسهم، يعني هذه تقدر للموصليين الذين حاربوا في تلك المناطق التي سنتحدث عنها بعد لحظات، البعيدة جدا عن موطنهم، ومن مناطق أخرى من ديار بكر وغيرها، قاد هؤلاء على شكل جيش يعني كبير، وانطلق إلى حيث تلك المعارك في مناطق رومانيا والبحر الأسود، في مناطق سواحل البحر الأسود ومولدافيا وبسارابيا، تلك مناطق باردة في ذلك الفصل في الذي دارت فيه هذه المعارك. وكان الروس يتمتعون بمدفعية كبيرة، وكانت قواتهم أكثر عددا وعدة مما كان الجيش العثماني يعني يحوزه في تلك الظروف. وخاض محمد أمين باشا بجيشه الموصلي حروبا ومعارك طاحنة بينه وبين أعداء الدولة آنذاك، وأثبت كفاءة ملحوظة في الدفاع عن تلك المدن، لا سيما مدينة خوتن في بسارابيا، في يعني المناطق التي كان الروس يسعون للاستيلاء عليها. وفي ظل ظروف بيئية صعبة
كان الشتاء قد يعني غطى كل شيء بالثلج، وانخفاض درجات الحرارة مما شيء لم يكن يعتاده العراقيون في ذلك الظرف في ذلك الوقت، وفي ظل قيام أعداء الدولة ب يعني قصف المدن بالنار، وبالتالي كانت المدن تحترق وهي محاصرة، واحترقت مدينة خوتن نتيجة القذائف من يعني التي كانت تقذف على المدينة من أجل إحداث أكبر ضرر فيها قبل أن تبدأ المعارك. ومع ذلك صمد محمد أمين باشا الجليلي، صمد أكثر من كل القادة الآخرين الذين شاركوا في الحرب. في الآخرين يعني بين هارب وبين متخل عن موقعه، في الوقت الذي ظل هو صامدا يقود كل تلك الجيوش العثمانية في تلك المعارك الطاحنة، ولم يسلم ولم يتراجع حتى اقتحمت المدينة وأسر، ظل إلى آخر يعني ساعة هو يكافح ويحارب بنفسه وبجيشه وبقيادة أركانه، لم يسلم إلا حينما لم يبقى هناك منزع، يعني خلاص انتهت المدينة واضطر إلى أن يعني يؤسر، وأخذه الروس إلى بطرسبرغ العاصمة، وهناك سجن في بعض السجون وظل سجينا أسيرا نحو من 5 سنوات، لقي فيها من المصاعب ما لا يعني ما لا يوصف، في سجن رطب في بلاد باردة معظم فصول السنة، الشتاء القارس البرد، ظل يعني أسيرا صابرا على تلك الشدائد، حتى إذا ما وقعت معاهدة الصلح بين الدولتين العثمانية والروسية، وهي في ظل وعقدت معاهدة كوتشوكينارجي بين الإمبراطورة كاترينا إمبراطورة روسيا وبين السلطان العثماني عبد الحميد الأول، وكان من بنود هذه المعاهدة تبادل الأسرى، أطلق سراح محمد أمين باشا وعاد إلى إسطنبول إلى العاصمة، وهناك خرج له السلطان بنفسه يستقبله، وذلك يعني ما لا يفعله مع الآخرين، لكن البطولات التي وصل صيتها وخبرها إلى أنحاء الدولة وإلى العاصمة سبقت وصول محمد أمين باشا، فخرج السلطان باستقباله ومنحه لقب الغازي الذي ذكرنا أنه يعد أرفع لقب في الدولة العثمانية، لا يمنح إلا إلى السلاطين الأقوياء، السلاطين الذين يؤدون أدوارا عسكرية كبيرة، كان هو أول من منح هذا اللقب، وكرم وأعيد واليا إلى الموصل، وكانت الدولة العثمانية قد عينت ابنه سليمان باشا يعني ابن محمد أمين باشا الجليلي واليا للموصل تكريما له تكريما للأب، فعينت ابنه واليا على مدينة الموصل. عاد محمد أمين باشا الجليلي إلى الموصل ليؤدي دورا آخر كلف به، دورا آخر، ولكنه كانت صحته قد ضعفت نتيجة الظروف الصعبة التي عاشها في السجن في روسيا، ولذلك بقي نحو من 2 شهر في الموصل يعني يحاول أن يتعافى أو أن يستعيد بعض صحته، لكنه توفي ودفن في جامع كان قد أنشأه بوصية من أبيه الحاج حسين باشا الجليلي، وهو الذي عرف بجامع الباشا، ودفن إلى جانب أبيه، وكان قد يعني بنى مئذنة أصبحت من معالم الموصل لهذا الجامع الذي دفن فيه. محمد أمين الجليلي إذن كان قائدا حقيقة يعني كبيرا، وتمتع بذكاء وبقدرة على توطيد الأمور، يعني حينما كانت الفتن والمشاكل تعم في الموصل وخاصة بعد الانشقاقات التي حدثت في الأسرة الحاكمة،
كنت تجده يعني قادرا على توطيد الأمن والاستقرار. كان يجمع بين يد حديدية قوية وبين قدرة على توطيد الأمن واستتباب الاستقرار، لذلك أحبه الموصليون تماما، لا سيما وهو ابن واليهم السابق للأيادي البيض الحاج حسين باشا الجليلي، وكان هذا سببا في أن يتولى أبناؤه وأحفاده حكم الموصل حتى سقوط حكم أسرته في عام 1834. يعني انظر إلى هذا الوالي الذي كان سيرته سببا في دوام حكم أسرته من بعده الذين حظوا بتقدير شعبهم نتيجة البطولات والقدرات التي تمتع بها محمد أمين باشا الجليلي. محمد أمين باشا الجليلي كان مثقفا، درس على علماء الموصل الكبار في عصره، كان أديبا مدحه الشعراء والأدباء، ليس طمعا في نواله بالضرورة، ولكنهم مدحوه لإعجابهم ببطولاته وسيرته، بل أن بعضهم نظم سيرته لا سيما في أثناء المعارك التي خاضها في مناطق رومانيا وبسارابيا وغيرها، وفي ظروف أسره نظمها في قصائد لكي تحفظها الأجيال جيلا من بعد جيل. أيضا كان محمد أمين باشا مشجعا للآداب والعلوم، لذلك هو ألحق بجامع أبيه، أو الجامع الذي عمره بوصية من أبيه، جامع الباشا، خزانة من ألحق بها خزانة حافلة بنفائس الكتب والمخطوطات التي ضمت فيما بعد إلى مكتبة الأوقاف في الموصل. كان رجلا بانيا مؤسسا، لم تشغله الحرب عن شؤون السلم، ولم يعني تشجعه فترات السلم عن النكوص عن أداء دوره العسكري كلما اقتضت الأمور ذلك. محمد أمين الجليلي حقيقة كان يعني أحد الأعلام، يمثل أحد الأعلام العراقيين البارزين في تاريخ العراق، بل وفي تاريخ الدولة العثمانية، حتى أن سيرته أصبحت ليس في سير أعلام العراقيين، وإنما في سير أعلام القادة العثمانيين لما أداه من أدوار في إنقاذ الدولة من أشد الأخطار التي تعرضت لها. أرخ مؤرخون موصليون سيرته، مثل منهم أمين العمري في كتابه منهل الأولياء، وياسين العمري في كتاباته الكثيرة في تاريخ الموصل، وحظي بإشارات كثيرة إليه عنه وعن دوره في مؤلفات المؤرخين الموصليين والعراقيين والعثمانيين بوجه عام. سيرته ربما كانت أكبر من كل ما كتب عنه، ودوره كان أعظم من تلك القصائد التي قيلت في مدحه والثناء عليه. ونحن نرى أن سير أمثال هؤلاء الأعلام تستحق من الباحثين اليوم اهتماماً أشد في استجلاء معالم البطولة والتفرد فيها، وهذا فعلاً يعني يصحح الصورة ربما الرديئة التي استقرت لدى أذهان كثيرين أن هذه الفترة كانت مظلمة، بمعنى أنها خالية من أولئك الأبطال ومن أولئك المتميزين في جوانب مختلفة. أقول قولي هذا، وإلى لقاء آخر إن شاء الله في حلقة مقبلة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.